أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نذر نذر معصية فهل ينعقد هذا النذر أم أنه يقال فيه ما قيل في نذر ما لا يملك لحديث لا نذر في معصية أو فيما لا يملك ابن آدم فيكون لا كفارة عليه؟ السائل استعجل لأن ما وصلنا إلى هذا، ولكن الجواب اختلف العلماء إذا نذر نذر معصية. وعلى كل حال بالإجماع لا يفي بالنذر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. اختلفوا هل تلزمه كفارة يمين أو لا تلزمه على قولين، والراجح والله أعلم أنه لا تلزمه كفارة اليمين لأنها غير منعقدة. نعم.